لقي الفنان الكبير أشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق مصرعه عن عمر ناهز 81 عاما إثر حادث سير بطريق مصر الإسكندرية الصحراوية. هذا ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، حيث تقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها بخالص العزاء لأسرة الزميل الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.